موجز لأهم الأنباء من القدس دوت كوم رام الله فلسطين، أهلا بكم. استشهد صباح اليوم الطالب سمير أحمد عوض البالغ من العمر 17 عاما من قرية بودروس في رام الله جراء إصابته بأربع رصاصات، واحدة منها في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال أثناء عودته من المدرسة. أصيب عشرات المتظاهرين واعتقل آخرون على يد قوات الاحتلال خلال محاولاتهم الوصول إلى قرية باب الشمس التي قام الجيش الإسرائيلي بإخلائها الأحد الماضي. ولأول مرة وجهت صحيفة هآرتس الإسرائيلية رسالة إلى فلسطيني الداخل باللغة العربية تحت عنوان اخرجوا وصوتوا، دعتهم فيها إلى المشاركة في انتخابات الكنيست للحاجة إلى تمثيل عربي في مواجهة اليمين وغيره من القوى التي تتجاهل العرب بحسب ما ذكرت الصحيفة. هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم منزلين لمواطنين مقدسيين في سور باهر وبيت حنينة بحجة البناء بدون ترخيص. أمرت المحكمة العليا في باكستان بالقبض على رئيس الوزراء راجا برويز مشرف الذي تتهمه بالتورط بقضايا فساد خلال فترة توليه منصب وزير المياه والطاقة. حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أن التحديث الذي أضافته شركة أوراكل لبرنامجها جافا المستخدم في تحسين تصفح الإنترنت لا يوفر حماية لأجهزة الحاسوب من الهجمات الإلكترونية حتى الآن، موصية بتعطيل البرنامج. إلى هنا نهاية الموجز، أترككم مع الموجز الرياضي والزميل محمد العدم، إلى اللقاء. الموجز الرياضي من القدس دوت كوم، أهلا بكم. تتجه الأنظار مساء اليوم صوب العاصمة البحرينية المنامة لمتابعة لقاءات الدوري نصف النهائي من بطولة خليج 21، حين يلتقي في اللقاء الأول المنتخب الإماراتي والكويتي، فيما يحاول البحريني الفوز عندما يواجه العراق. في كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يحاول الخروج بنتيجة إيجابية عندما يستضيف مساء اليوم منافسه فالنسيا على ملعب سانتياغو ضمن الذهاب بمباريات ربع نهائي كأس الملك. في إيطاليا، إنتر ميلان أمام فرصة قوية للتواجد في الدوري نصف النهائي لمسابقة الكأس للمرة 30 في تاريخه عندما يستضيف اليوم بولونيا على ملعب جوزيب مياتسا. تقارير إخبارية تكشف عن رغبة بايرن ميونخ الألماني في الاستفادة من خدمات المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا لقيادة الفريق البافاري بداية الموسم المقبل. أخيرا، مدافع برشلونة جيرارد بيكي ينتقد تعامل الصحافة الإسبانية مع المدرب البرتغالي مورينيو ويصفها بأنها غير عادلة. نهاية الموجز الرياضي، إلى اللقاء. الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة بنسبة 2.71% خلال العام الماضي. أظهر تقرير نشرته القدس دوت كوم أمس اكتفاء قطاع غزة من الخضروات بنسبة 95% ومن الفواكه بنسبة 70% وتعكف حاليا على مشروع للاكتفاء الصناعي. قرر البنك المركزي السويسري أمس تجميد تحويل نحو 767 مليون دولار من أموال النظام المصري السابق إلى القاهرة بحجة عدم وضوح الأفق السياسي في القاهرة. ردت الحكومة الإيرانية على الضغوط الاقتصادية الغربية الأخيرة باستثمارها نحو 520 مليار دولار في مشروعات النفط والغاز خلال الأشهر التسعة من العام الحالي. وأخيراً، أسعار العملات مقابل الشيكل. أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم.
تناولت الصحف العربية والعالمية في إعدادها الصادر اليوم الثلاثاء عدة قضايا، على رأسها اكتشاف موقع إلكتروني يدعم تنظيم القاعدة يعمل في لندن، إلى جانب مخاوف إسرائيلية من مرحلة جديدة للتصدي للاستيطان، بالإضافة إلى انتشار عمليات الاغتصاب في سوريا. البداية من صحيفة القدس الفلسطينية والتي اهتمت بتداعيات بناء قرية باب الشمس شرق القدس، وكتبت على رأس صفحاتها الأولى تقول: تدشين مرحلة جديدة من التصدي للاستيطان. مخاوف إسرائيلية من إقامة بؤر مماثلة لباب الشمس خلال الأسابيع القادمة لجر الأسرة الدولية للتدخل. صحيفة هارتس الإسرائيلية تحدثت عن تصريحات الرئيس الأمريكي أوباما، قوله أن نتنياهو يقود إسرائيل نحو سياسة التدمير الذاتي والعزلة الدولية، وذلك في عقاب قراره بالتوسع الاستيطاني في منطقة E1 شرق القدس. صحيفة الحياة اللندنية أبرزت عنوانا لافتا تقول فيه: مؤيدون للقاعدة يديرون موقعا على الإنترنت مقره بريطانيا. وجاء في التفاصيل أن الموقع يتضمن معلومات بكيفية الاتصال بشبكة اللواء 313 التابعة للقاعدة في باكستان، والذي هاجم القوات البريطانية والأمريكية في أفغانستان. إلى الملف السوري، حيث قال صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عمليات الاغتصاب باتت جزءا من الحرب الدائرة في سوريا وفقا لتقرير أعدته لجنة الإنقاذ الدولية. وبيّن التقرير أن المغتصبين هم مجموعات تحمل سلاح دون أن تحدد ما إذا كانوا موالين للنظام أو معارضين له. صحيفة الجارديان البريطانية تناولت العملية العسكرية التي تنفذها القوات الفرنسية في مالي، ونقلت عن زعيم المسلحين الإسلاميين قوله إن الحكومة الفرنسية فتحت أبواب الجحيم وسقطت في فخ أكثر خطورة من العراق وأفغانستان والصومال. نهاية هذه الجولة، تحية طيبة، وأترككم مع برزي ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.